الحمد لله العرض الاول ديال لا تورني ديال سبيكتاكل الحب كما شفتوا لقى واحد النجاح كبير، كان جمهور كبير اللي جا حضر لو سبيكتاكل، سيتي لا بروميير دات ايكو بعد النجاح ديال الجوله العالميه ديال سبيكتاكل هاشتاغ لارتيست، جا لكم واحد لو سبيكتاكل جديد اللي العنوان ديالو الحب. الحمد لله لقى واحد النجاح كبير، هذه هي لا دات الاولى، ان شاء الله عندنا اون تورني في بليزور فيل، عندنا مراكش غتكون لو ميركودي بروش ان شاء الله، بعد عندنا الرباط، فاس، اكادير، وغادي نختتموا الجوله الرمضانيه يوم العيد في كازا ان سبيكتاكل كيما انونسه ايكو في لو شو، يكون واحد لو سبيكتاكل سبيسيال ديال نهار العيد بواحد يعني الفرجه خاصه بواحد البروغرام خاص، ودائما العنوان ديال لو سبيكتاكل هو الحب. الحمد لله مع ايكو كنا كنتسناو يكون اقبال كبير خصوصا لا دات الاولى، طبيعه الحال كانوا بزاف ديال الناس اللي باغيين يجيو اليوم وما لقاوش لي تيكي، كان واحد الاقبال كبير، يمكن نقول لك انه في ظرف اسبوع جميع التذاكر تباعت، وهادشي تيفرح لانه العلاقه ديال الجمهور مع المسرح رجعت بقوه من بعد واحد العامين اللي دوزنا صعيبه في كوفيد، هادشي تيفرح وتيخلينا اننا نفكروا يعني بدي سبيكتاكل يكونوا في المستوى. ايكو الحمد لله فنان اللي غني على التعريف، السبيكتاكل ديالو دائما تيكون تيدوز بواحد الجو مريح، الجمهور كيتمتع كيشوف الغناء كيشوف لومور كيشوف لو تياتر كيشوف لي بيرسوناج. اليوم كانوا بزاف ديال لي ديسيبلين في السبيكتاكل، سيتي ان وومان شو و سيتي دو ستاند اب او ميم طون كان الغناء، يعني الناس الحمد لله تفرجوا والنجاح طبعا الحال يحكم عليه في الاخر الجمهور. كنشكر بزاف الجمهور، سمحوا لنا حتى سهرناهم بزاف اليوم، ايكو تبارك الله لو شو ديالو تيكون تيكون شويه مختلف على لي شو الاخرين، يعني تياخذ الوقت ديالو مع الجمهور، والحمد لله كنشكر الجمهور اللي بان الطلب بكثافه اليوم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.